مرحبا. الفترة الأخيرة اختلفت طريقة عملنا مع لجوء معظمنا للعمل عن بعد، وحتى تعالت أصوات بإعادة النظر بمفهوم التواجد بالمكاتب. وإنما الأكيد العمل بغياب زملاء حولك بدفعك للشعور بالوحدة أحيانا، الأمر يلي دفع فيسبوك لإطلاق فيسبوك هورايزون ورك رومز، تجربة إنتاجية مختلفة بتنقل المكتب للواقع الافتراضي وبتخولك تنضم عينيا مع زملائك كأفاتارز من خلال الأوكيولوس كويست 2 لحتى تطوروا وتحسنوا من أداء فريق العمل على مختلف الأصعدة، سواء كان تبادل أفكار، تعاون، تواصل وغيرها. رح نذكر سريعا بعض الميزات، لأنه الورك رومز تجربة حقيقة مختلطة أو ميكس رياليتي. مفهوم البي واي دي أو برينج يور اون ديفايس اختلف، لأن فيكم تاخدوا معكم على الفي ار الكمبيوتر، الديسك وحتى الكيبورد، وبكبسة واحدة تدخل على كمبيوترك، تفتح ملفاتك وحتى تعمل شير سكرين. وإذا ما عندك الهيدسيت ما في مشكلة، بتقدر تنضم للغرفة من خلال الفيديو كول. وسعة الغرفة الافتراضية 16 شخص إذا بدهم ينضموا لإلك كأفاتار، و50 إذا عن طريق الفيديو كول. ولضمان تجربة اجتماعية أقرب للواقع وأكثر تعبيرا، في ميزة الهاند تراكينج اللي بتقدر تعبر من خلال حركات إيديك مثل ما بيصير بأي محادثة عادية عن يلي عم تحكي عنه. بإمكانكم تعملوا لاي أوت للفيرتشوال روم لتناسب احتياجاتكم، وهناك أيضا سيتينج بليس، مكان لإجلاس المشاركين. أما الوايت بورد فهو تفاعلي بامتياز، وكبره بيضاهي حجم أفكارك.